خلونا ناخد معانا على التليفون كاتبنا الصحفي الكبير استاذ اكرم القصاص رئيس تحرير اليوم السابع يحدثنا من دبي. ازيك يا استاذ اكرم؟ اهلا اهلا. ماذا عن كلمه الرئيس النهارده استاذ اكرم واصراره في اكثر من موضع على شكر الاشقاء والاخوه العرب وعلى تاكيد اللحمه العربيه؟ طبعا الرئيس دائما يؤكد هذا الامر، لكن الحقيقه كلمه النهارده وهذه المقابله المهمه او المداخلات المهمه كانت في اكثر من اتجاه الحقيقه، يعني اثارت يعني عاطفه واعجاب واعجاب بالشفافيه وبالصراحه والوضوح وببساطه مع يعني سهل ممتنع في العرض الحقيقه لتجربه مصر على مدى 9 أو 10 سنوات الحقيقه لخصها بترتيب شديد وكان حريص جدا يجدد تاكيده على شكر الاشقاء العرب اللي ساندونا وان دوره كان مهم وهو اعتبرهم نقطتين وبيئتين في تجربه مصر اللي كانت صعبه، تحديات متوازيه من طاقه لارهاب لعشوائيات لاسكان ومدن توسع وجغرافيا ضيقه محتاجه تتسع من 150 سنه كنا 4 مليون على 5%، النهارده احنا 105 مليون ما ينفعش نبقى على 5%، وازاي 40 مدينه من الجيل الرابع وازاي هذا التوسع الجغرافي وغيره. الحقيقه كمان فكره تاكيد النقطتين المضيئتين دول يعني لافتين للنظر، التاكيد على الدور اللي لعبته الامارات العربيه المتحده والمملكه العربيه السعوديه والكويت بقياده وازاي الرئيس محمد بن زايد ازاي هو جه وما اسكتش مصر تطرح او تطلب، نفس الوقت الشعب المصري يعني هو ساوى بين وقوف الاشقاء والعلاقات، ودي فيها رساله بانه ايه وعي كبير جدا لدى الجمهور العربي انه لا يلتفت لمثل هذه الامور ويغلق هذه الابواب تماما زي الارهاب ما اصبح من الماضي، العلاقات العربيه او اي شكوك فيها تصبح من الماضي، وبطوله وصمود وعبقريه الشعب المصري في تحمله لتحديات ضخمه وصبره حتى الان وبالرغم من ارتفاعات اسعار او ازمه عالميه الا انه اصرار وتمسكه بالدوله وقوتها وتجربتها واحساسه بانه هو اللي بيعمل ده في حد ذاته شيء عظيم. طيب هنا بقى هرجع استاذ اكرم على مساله الشرح اللي اتكلم فيه الرئيس واستعراضه للتجربه التنمويه والاقتصاديه في مصر، كيف استقبلها الحضور وتحديدا من المؤسسات الماليه الدوليه؟ الحقيقه ان الوضوح ده كان واضح ان الرئيس كان بيقدم استعراض مركز لتجربه مصر على مدى 10 سنوات واهميه تثبيت الدوله واهميه التحديات اللي كان ما فيش حاجه ممكن نستبعدها كلها اولويات ضروريه، وازاي انه مثلا علاج قضيه زي الصحه مش هستنى لما اعمل تامين الصحه وان كان هيتم خلال 10 سنين، لا يبقى في مبادرات للقضاء على الفيروس في 100 مليون صحه، التقدم سرطان الثدي العمليات الحرجه، ازاي انا التعليم اقدر اعمل مبادرات بحيث الاجيال الجديده تاخد فكره في التعليم وتتطور وتتقدم. الحقيقه كان الانعكاس اولا كانت قاعه مزدحمه جدا، والحقيقه التلقي كان تلقي قوي جدا بانه احنا بنتكلم مع رئيس دوله كبيره قدم تجربته وبيعرضها ويرى ان هذه التجربه نجاحها من نجاح الشعب المصري اللي ارتبط بهذه التجربه ولديه درجه من الوعي للكشف، وده ممكن يبقى متضايق وممكن يبقى فيه اسعار وممكن يبقى كذا، بس عارف قيمة الدولة وعارف الثمن اللي دفع فيها وعارف انه يحافظ عليها وانه في ازمات عالمية وفي كورونا وفي غيره، لكن اقدر اصبر عشان اعدي ده اللي هي محاولات كمان الايقاع بين الدولة والشعب او الحكومة والناس، ممكن يبقى في اختلاف في وجهات النظر بس نبقى متفقين على انه الدولة والوطن كلنا في حاجة واحدة واللي ده نحافظ عليه وبعد كده نختلف ونتفق. ده كان انعكاسه كمان على الناس والقيادات اللي موجوده، اولا زي ما قلنا فيها جزء اعجاب وعاطفه بالشفافيه والوضوح والاعتراف بفضل وناس وتاكيد للعلاقه والتعاون، ان اي دوله عربيه بتقدم او بتتقدم المملكه العربيه السعوديه الامارات العربيه الكويت احنا بشكل مباشر او غير مباشر بينعكس على المواطن العربي، وان تجارب الدول اللي تفككت او وجدت ده يبقى صعب انها تستعيد الدوله من ثاني، وده يبقى مهم جدا ان احنا نضعه في اعتبارنا وده جزء من الوعي العام، فده كان انعكاسه انه الرئيس بيتكلم للشعب العربي وللشعب المصري
بيعترف بفضل الشعب المصري وصبره وقدرته وتحمله، وفي نفس الوقت بيرد الفضل لاهله، وان ده جزء مهم مش محتاجين ان احنا نخجل منه. اما يعمل تشخيص حقيقي لمشاكل مصر، ده مش معناها انه بيعرض مشاكل بقدر ما هو احنا حلينا صح. ايه؟ ان هذه المشاكل اتحلت في وقت واحد، ان انا 1.8 تريليون على الكهرباء، 2 تريليون على النقل، ان هذا النقل وفر 8 مليار كانوا بيضيعوا في وقود وفي وقت وفي زمن، ان 5 مليون وظيفه، ان القطاع الخاص لازم يشتغل، وان المجتمع لازم يشتغل، وان المصريين هم اللي عملوا ده برعايه وبقوه وبايمان حقيقي بان الدوله ده مشروعها وان ده يحصل. دي كلها الحقيقه رسائل مهمه ممكن يبقى بعض الناس مش متلقياها، وكان حريص قوي انه يقول ان احنا عايزين نفتكر ان المصريين في وقت من الاوقات كانوا بيقولوا ان الامن والامان والاستقرار، وان دلوقتي الناس اللي قد تنسى ده او تقول ده الحاجات دي ما كانش لازم نعملها، هي العشوائيات دي ما كانتش ضروره ان احنا ننقلها، لان الرئيس قال لا يليق بنا انه اهالينا يعيشوا في مكان زي ده، وانه ما يبقاش فيه صرف صحي او غاز او امكانيات، وما يبقاش فيه طرق وعقول استثمار. هل كان ممكن المصريين يتحملوا 7 سنين تانيين بدون كهرباء، ولا لازم اخلص وادفع ده؟ يعني بمعنى انه الناس اللي بيقولوا ترتيب الاولويات، هل الكهرباء والطاقه دي مش اولويات؟ هل الطرق والنقل العام مش اولويات؟ هل الحياه كريمه مش اولويات؟ هل القضاء على بحر الطول او نقل العشوائيات مش اولويات؟ يعني ده برضه طرح، وهو دائما يفتح الباب للخلاف في هذا الامر، بس نختلف في التفاصيل، ما نختلفش حوالين الدوله وحوالين الوعي دي. صح. أشكرك جدا 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 أستاذنا الكاتب الصحفي الكبير أستاذ أكرم القصاص، رئيس تحرير اليوم السابع، كان يحدثنا من دبي.